يسقط أردوغان. أطفال ونيران الحقد العثماني تخرق البراءة والإنسانية في مشاهد فظيعة تقشعر لها الأبدان أمام عجز دولي وفاضح ومشين. لقد تجرد المجتمع الدولي من مسؤولياته الأخلاقية. من هنا من أرض الشهداء التي ارتوت بدماء الشهداء الأبرار إلى أطفال تل أبيض ورأس العين، نؤكد لكم إننا نعرف معكم في صف واحد ضد الهجمات والممارسات التركية الغاشمة التي لا تعرف سوى الإرهاب والبطش، لا تميز بين صغير وكبير.